سلام للجميع. كلنا بنعرف انه لعبة اوت لاست الجزء الاول والثاني من افضل العاب الرعب الموجودة، لكن في رأيي كان لازمها بعض الاشياء حتى تصير لعبة رعب مميزة. وهذا الفيديو راح احكي لكم عن شو الشغلات اللي حاب اشوفها في اوت لاست الجزء الجديد مشان تكون اللعبة افضل من السابق. النقطة الاولى واهم شيء بالنسبة لي هي الالغاز. العاب الرعب بدون الغاز تفكير بتفقد قسم كبير من قيمتها. مثلا في الجزء الاول على الرغم من انه كان ممتاز ومميز من ناحية الرعب بالبيئة وحتى تصميم المستشفى وقصة شخصياته الغريبة، الا انه الالغاز ما كانت متواجدة فيه، بل كل شيء عليك تعمله هو انك تحمل الكاميرا وتهرب من المجانين اللي بيحاولوا يلاحقوك. انا ما قصدي انه هذا الشيء سيء او غير ممتع، بالعكس كان بيعطي شعور بالخوف وانك بتحاول تستكشف المكان وشو قصته اللي هو بالاصل اساس توجه السلسلة بالكامل. لكن دائما كان الالغاز اهمية باعطاء اللعبة اسلوب تاني غير الهروب، مثلا انه تخليك تفكر شو لازم تعمل أو وين تروح وتحاول تخطط أكثر في المراحل مثل ما كان يصير بلعبة سايلنت هيل أو أجزاء ريزنت إيفل القديمة. فأتمنى أن الألغاز تتواجد معانا بالجزء القادم لأن رح تكون إضافة أكثر من رائعة. النقطة الثانية الشخصيات. صراحة أوت لاست الجزء الأول شخصياته كانت غامضة وإلها أبعاد خاصة فيها، وكيف تحولت ووصلت لهالمستوى من الجنون مثل ما شفنا مع كريس ووكر وريتشارد تريجر وإيدي جلوسكين وفرانك والتوأم والأب مارتن وحتى الوور ريدر. كل شخصية كنا نتمنى أنه نعرف أكثر عن حياتها وتفاصيلها وشو كانت. طبعا أنا شرحت كل قصصهم بالقناة، لكن للأسف أوت لاست الجزء الثاني ما كان فيها ولا شخصية ماضيها قوي أو بشدك أنك تبحث عنه، مجرد قصة عادية وشخصيات أسلوبهم أقل من عادي، وهذا برأيي ضر الجزء الثاني على الرغم من أنه جيد، لكن الشخصيات اللي فيه وقصتهم عادية جدا. ويا ريت لو الجزء القادم يركزوا شوي على كتابة الشخصيات وتاريخها وشو دورهم باللعبة وكيف تحولوا وأصبحوا للشكل اللي وصلوا له، وما يكونوا مجرد شخصيات عادية مثل الجزء الثاني موجودين بس مشان يعبوا فراغ. النقطة الثالثة الموسيقى، وهي أحد أهم نجاح أي لعبة، تعتبر عنصر أساسي في الكثير من الألعاب سواء الرعب أو أي تصنيف تاني أنت بدك إياه، لأن الموسيقى بتعطينا رونق خاص وأبعاد تانية تخلينا نعيش موقف نحسه بطريقة مثالية. وفي جزئين من أوت لاست سواء كان الأول أو الثاني الموسيقى فيهم ممتازة جدا، لكن برأيي الجزء الأول كان أفضل، وخاصة الساوند تراك تبع موتن ماسيف كل ما أسمعها بترجع لذكريات بداية اللعبة من جديد. بجزء اوت لاست القادم راح يكون في ملحن موسيقي جديد للعبة، وحسب اللي سمعته من البداية راح تكون موسيقى ممتازة، لكن اتمنى انها تناسب اجواء اللعبة وتساعدنا على التعلق فيها مثل الجزء الاول اللي يعتبر اكثر جزء محبوب بالسلسلة. النقطة الرابعة بيئة اللعبة تصميمها. الجزء الثاني من اوت لاست 2 كان فيه هبوط مستوى تصميم البيئة، لان القرية اللي كانت احداث القصة بتصير فيها اماكن كانت غير واضحة للاعب، بكثير من الاوقات كنت تركض وتمشي بدون ما تعرف لوين رايح او وين الطريق، بس كنا نركض حتى ما يمسكونا. بينما الجزء الاول تصميم المكان والمستشفى رائع، بحسسك وكأنك في فيلم رعب، كل شيء كان واضح معك وفي له اشارات وين تروح او ترجع. والجزء الجديد ايضا رح يكون قريب من هذا الشيء مثل ما شفنا بالتريلرات، ما رح يكون في غابة مثل الجزء الثاني، بل في بناء ضخم يمكن يكون تحت الارض او في مخزن، وان شاء الله يكون تصميمه بيساعد على توجه اللعبه لتنجح اكثر. النقطه الخامسه الجيم بلاي. لعبه اوت لاست ما فيك تقول عنها انه بتمتلك جيم بلاي صعب او معقد، بالعكس بسيط جدا، فكل شيء عليك تعمله انه تشغل الكاميرا او الاضاءه الليليه وتهرب من المرضى اذا لحقوك. بينما الجزء الثاني حسن شوي من الجيم بلاي وقاموا باضافه المايك للكاميرا مشان تعرف من اي جهه راح يهجموا عليك الاعداء، وهذا الشيء اكيد بيساعد، لكنه بيتمه الجيم بلاي بابسط شيء باللعبه وما وصل لمرحله انه يكون ممتع. اذا شاهدتوا فيديو تحليل التريلر اللي عملته فرح تشوفه انه في تطور غالبا في طريقة اللعب، لانهم قاموا باضافة رمي الاشياء على الاعداء ويمكن اضافوا بعض الالغاز وايضا الفخوخ. اتمنى انها ما تأثر سلبا على توجه الاساسي للعبة واللي هو الرعب، لان العاب الرعب اليوم قليلة جدا وصعب تلاقيها، واذا وجدت بتكون استهلاكية، يعني بس معمولة مشان يطلعوا ارباح منها باسرع وقت، بتكون جودتها قليلة. فيا ريت يعملوا اوت لاست الجزء الجديد يكون موجه بشكل كامل للرعب النفسي وما يكون فيه توجه لنمط الاكشن او اي شيء تاريخ.